السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب 19 ماي ببيع النابة، ورانا يعني عندي صور جديدة على الأشغال نتاع وضع التربة المخصبة اللي راح تستقبل العشب الهجين هذا، اللي هو خليط من عشب طبيعي وعنده شبكة تاع بلاستيك، شبكة نتاع سنتيتيك لتثبيت العشب على الميدان. إذن ونشوف يعني أنه الأشغال هذه راهي يعني حوالي 60 أو 70%، معنى أن سوف ننتقل مباشرة إلى وضع العشب هذايا، وكذلك يكون فيه أشغال سوف تالي هذه الأشغال تاع وضع الكراسي في الأسبوع القادم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.